كيف لي أن أتحكم في حزن قلبي على تصرفات الناس؟ أي أتوقع تصرف معين من أهل أو أصدقاء وعندما لا يقومون به قلبي يحزن بشدة، ثم أبدأ بتأنيب نفسي على تعلق قلبي بالناس وتصرفاتهم. ماذا أقول لك يا أمة الله؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، واجعلي رجاءك في الله سبحانه وتعالى، واجعلي تعلقك به وحده سبحانه، فلا يسوق الخير إلا هو ولا يصف السوء إلا هو، وتعودي أن تعطي الناس حقهم وأن تسأل الله حقك. أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وإن احتجت إليه هنت عليه. أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. ثم اذكري أن من لطف الله بك أن جعل حاجة الناس إليك ولم يجعل حاجتك أنت إلى الناس. فيعني اصبري على هذا، واعلمي أنه ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وفي تفسير: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، جاء في تفسيرها أن تعطي من منعك، وأن تصل من قطعك، وأن تحسن لمن أساء إليك.